السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة بريستيج نسرين مع وصفة جديدة وفيديو جديد. نتمنى يلقاكم في أحسن الأحوال إن شاء الله. وصفة اليوم عبارة عن كيش. الكيش بالدجاج والفلفل بالخضر، يعني نتمنى ينال الإعجاب ديالكم. كيجي هذا الكيش غزال 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 ديد وواحد البنة فيه ما نقولكمش غزال. وندوزو بسم الله على بركة الله. غندوزو المراحل. عندنا المرحلة الأولى فيها لاباط بغيزي، يعني العجينة مرملة. غندوزو نعجنو العجينة المرحلة الأولى. المرحلة الثانية عندنا الفلفل والدجاج، المقادير ديال الحشوة. والمرحلة الثالثة لاباغاي، يعني اللي غنستعملو في لاباغاي المسائل. المهم ثلاثة ديال المقادير فيها. هانتوما كتشوفو المقادير دابا الأولى بسيطة، لاباط بغيزي بسيطة. عندنا فيها 250 غرام ديال الدقيق، ربعة ديال الدقيق او ربع الدقيق. عندنا 125 غرام ديال الزبده، نص ربع ديال الزبده، ربعه صغيره ديال الزبده، ربع كاس ديال الماء، والملحه كل واحد يعمل القياس ديالو. نورمالمون حنا كنعملوها بالغرام زعما في هذا. بالحق انا كيعجبني ملح نعملو على حسب الذوق ديالي، كل واحد كيعمل ملح على قد شحال ما بغى. وصافي ندوزو بسم الله على بركة الله. غادي انا عجنوها غير بيدكم، نورمالمون عجنوها غير بيدكم. انا غنعملها صابلاج في ماكينه، ما فيا ما نعجن. الدقيق 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 بطبيعة الحال مغربل. الناس اللي خصهم ملح ها هو. غنعمل ملح، كل واحد يعمل ملح على حساب اللي بغا هو. غادي نصابلي العجينه ديالنا. الزبده ترمل هي والدقيق غير بيدكم، تقدروا تعجنوه مزيان ترملوه وغنجمعوه بهذا ربع كاس ديال الماء. نورمالمون يقدر يتجمع لنا غير الزبده والدقيق، غادي تجمع بالحق من الاحسن باش ما كتهرسناش. كنضيفوا الماء. صافي العجينه دابا ترملتنا، غادي نضيفوا عليها الماء. صافي العجينه تجمعتنا، تقدروا تجمعوها غير بيدكم. انا قلت لكم بلا ما تستعملوا العجانه شنو غادي يديروا له الدقيق والزبده، ومن بعد تضيفوا لهم الماء حتى ترملكم حتى تنسجم الزبده مع الدقيق. صافي وديك الساعه تضيفوا هالعجينه ديالنا غزاله الصراحه ربي، هي العجينه مزيونه. غادي نلويها في البلاستيك الغذائي. غادي نعملوها غادي ندخلوها للثلاجه. ندخلها للثلاجه وندوزو للحشوه ان شاء الله. دابا غندوزو لمرحله نوجدو الحشوه ديالنا. غنستعملو فيها بصله كبيره، انا بصله كبيره هنايا مشلطه. عندنا الفلفل بثلاثه، فلفله صفراء، فلفله حمراء، وفلفله خضراء. شويه دجاج، غير شويه دجاج لان انا قلت لكم غنعمل كميه صغيره. دابا غادي نقلي هادو مع بعضياتهم، عاد نضيف الدجاج بوحدو. غادي نقلي الدجاج بوحدو، اللي عندي غير شويه
والربيع هنا ديك اللي قلت لكم انا معتمد عندي الربيع هنا والثومه كنطحنهم ونعملو فرطومه دائما عندي بزويته العود بزيت العود غنستعملو ملحه الابزار وشويه د الزيت. ندوزو دابا نقليو بصله مع الملاح ومع القمه اللي عندنا. هاد الحشوه كتجيني زايده شويه شعمت شويه زايده كنعملها في بواطه كندخلها الكونخيلاطور. نهار اللي كنحتاجها يعني الدجاج عامله غير القياس اللي خصني ها اللي كنحتاجها كنجبدها ونستعملها حتى ما بقى دابا وساعه نعدلها ملي كنوجدها ماشي بزاف مهم على حساب الكوتي حتى انا كنعمل غير القياس الكيش غنعمل غير القياس ما غندخلوش الكونخيلاطور. هادي الثومه غبره غنستعمل شويه الثوم غبره والسحتر. السحتر اللي بغى يعملو يعملو اللي ما بغاش ما يعملوش. صافي غنقليهم بعد نضيف عليها البصله وخليها تقلى هي ونضيف عليها الفلفله وخليهم يتقلاو. كنضيفهم كاملين مره واحده خليهم يتقلاو. غنعملو مقله فوق النار مع التحريك المستمر تتقلى لنا مزيان تهاد البصله والفلفل مع بعضياتهم. وعندوزو نقليو الدجاج ديالنا ديك الساعه غنقليو الدجاج وصافي عادي وصافي هادشي اللي كاين. ها العجينه ديالنا من بعد ما ارتحت ووجدنا هذا ديالنا الحشوه ديالنا غادي نعمرو هاد الليمون هادو. وعندنا القطعه هادي خصها تكون قطعه كبيره على هاد القياس هذا. اللي ما عندوش هاد الليمون كاينين ديك لي سيركل ما عنديش مجبودين نوريهمكم تن خطره اخرى نستعملهم بشي حاجه اخرى نوريهمكم ان شاء الله. باقي غادي نعملو بزاف د الحاجات نوريهمكم هادوك لي سيركل لي عندو يقدر يعملو. كتجي غا الدائرة كيجيو طالعين لي بغا لي كيش طالعين. أنا غا الكوتين الدار يعني نورمالمون ما ماشي بخيستيج أو مجين عندي ضياف أو شي حاجة يعني نو الدار استعملت غا هادو ملي مول طاغطولات صغاري. جي هاد الطحين هي لي تكون جهة يدنا. دابا ندوزو لاباغاي المقادير د لاباغاي غنستعملو هنايا. انا عملت 4 لتر ديال الكريم سائله كريم الطبخ كريمه الطبخ اللي بغى يعوضها بالحليب يعوضها 4 لتر 3 البيضات هذه الحشوه ديال البصله والفلافل 3 اللي عملنا فيهم وهنا الدجاج قليتو فيه الثومه غبره او الثومه محكوكه ليبزار سكنجبير والسحتر وواحد معلقه ياغورت صغيره. صافي انا قطعتهم صغيرين لان قلت لكم الحشوه حاده قاده غير اللي باش نقوز بها اليوم. جوج معالق هادشي اللي قلت لكم جوج معالق ديال الدقيق باش يجمعوا لنا لاباغاي ديالنا. السحتر حكيكه السحتر وهنا الملحه وليبزار وواحد الحكه ديال الكاوزه نحكو شويه ديال الكاوزه. انا قلت لكم لا كريم فريش لا كريم هو داك سمحوا لي ليكيد كريم د الطبخ تقدروا تستغناو عليها وبدلوها بالحليب.
شنو هاد الكريمه كتعطيها واحد المذاق لذيذ صراحه ربي، وكتعطي واحد كتحس بها من خويا. بارابور الحليب نفس الدور عنده، شنو الحليب عادي يعني اللي بغى يعملها بالحليب يعملها زعما اقتصاديه كتبقى، وهذه اللي بغى يعمل كريمه كاينين داك القجيرات صغار كتبع داك كرتونه صغيره ديالو، ماشي زعما بزاف اللي بغى يبرع راسو زعما اسمحوا لي. وبالنسبه للجبن فرماج اللي بغى يعملو يعمل الجبن، انا ما كنعملوش حيت ما كيعجبنيش صراحه ربي، وتا وليداتي ما كيعجبهمش زعما. غنضيف الدقيق هذاك اللي هرق فيه الصحتر، الدقيق عندي مغربل، غنخلطو مزيان ومن بعد نضيفو لا كريم ديالنا او الحليب اللي بغيتو نتوما. صافي دابا غنستعملو غنعملو شويه ديال بصيله القاع ديال الشاش، اللي بغى يعمل التون يعمل التون، اللي بغى كل واحد يعمل، كاين الناس اللي يعجبهم الخليع يعملو حتى الخليع، ما عرفتكمش كي كيعجب انا ما كيعجبنيش ما كناكلوش حق ماما كيعجبها ماما بغيتي تعمل تخلي عملو خلي ممكن تعمروهم بالكفته بالجامبا، مهم معروفين اللي كيش بالدجاج كفته الجامبا تون اللي بغيتو نتوما غاب الخضره. اللي بغى يعملهم بالجامبا الجامبا ما كنحتاجوش نعملو فيهم الفلفل، واللي بغى حتى بالفلفل يعمل بالفلفل، نعملوهم بالجامبا كنعملوهم فهمت يعني كل واحد كيعمر على حساب اللي كيعجبو على حساب البيجي كل واحد. صافي انا ما عملتش الفرماج، الناس اللي كيعجبهم الفرماج يعملوا فرماج، انا ما عملتوش، اللي كيعجبهم الفرماج يعملوا. دابا غادي فيدي انا قلت لكم اللي كيعجبو الفرماج يعملهم الفرماج، دابا غندخلوهم من الفران ومن بعد نرجعو نتلاقاو. هادو هما لي كيج ديالنا، ها كيف كيجيو، نتمنى ينالو الاعجاب ديالكم وتجربوهم كيجيو لذادي صراحه ربي كيجيو كيحمقوا. الناس اللي كتعجبها الفرماج ممكن انهم يعملوا فرماج فوق الطوم، اللي كنعملوا الدجاج يعملوا فرماج فوق منه عادي يكبوا لاباغاي اللي عملنا، وكنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوهم. الناس اللي دخلوا جدادين عندي مرحبا بكم والف مرحبا، ما تنساوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد، وما تنساوش لي لايك لي لايك لي لايك لي لايك وبارطاجيو باش توصل احبابكم وناسكم منهم يستافدوا منهم نفعلوا هذه القناه ما تبقاش هيدا. نتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم ونكون كتستافدوا مني من هذا المنتوج اللي كنقدم لكم، ونكون خفيفه الظل على قلوبكم. وشكرا للناس اللي هما متتبعين في دال ديالي واللي كيتابعوني دائما وكيشجعوني وكيعملوا لي لي لايك ولي كومونتير، شكرا لكم بزاف بزاف بزاف. وهذا والله ما تعرفوش شحال كتفرحوني بزاف، وكنتمنى نكون على حسن الظن ديالكم والظن للجميع. والى الفيديو المقبل ان شاء الله. الناس الملاح يبانوا، الناس اللي كيعجبهم الملاح وقالوا خصهم الملاح هانا وشكرا. والى الفيديو المقبل ان شاء الله، ما تنساوش تابوناو فعلوا الجرس ولي لايك يلا الى الفيديو المقبل ان شاء الله.